بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع معا الفيديو السابع، النص الثالث الخاص بالأفكار العامة، والأفكار العامة جدا كثيرة والأفكار الخاصة جدا، والتمييز بينها لدينا هذا النص. الآن ننتقل إليه. هذا النص يتحدث عن الـ physical growth among the Quechua of Peru، قبيلة يبدو في دولة البيرو. فيقول أن النمو الجسمي اللي هو قصده فيه عند البلوغ يعني بين شعب الكويتش وفي البيرو يلاحظ عليه أنه أبطأ من النمو الجسمي لدى الناس في الولايات المتحدة الأمريكية. إذا هنا بدأ الكاتب في مقارنة بين هذه وتلك. هلأ الآن أنا كقارئ، هل سيستمر في المقارنة أم أنه سينتقل إلى أفكار أخرى؟ ننتبه. إذا يعني لحد الآن الفكرة الرئيسية هي مقارنة، فيقول في البيرو كذا، في أمريكا كذا، في البيرو كذا، في أمريكا كذا، بيعد أربع خمس أشياء، عندها نقول أن الفكرة العامة هي المقارنة. لكن هل هذا سيبقى على حاله كما سنشاهد الآن؟ As is evidenced by a number of developmental characteristics، كما يشهد لذلك عدد من الخصائص الخاصة بالتطور والنمو النمائية، بسموها الخصائص النمائية. الإخوة الأكارم أذكركم مجددا إذا كنتم مهتمون في قضية الباسيف فويس وغيرها، is evidenced by، هنا ذكر الفاعل بالإنجليزي بسموها agent، وبالعربية إذا ذكر الفاعل لم نعد نستخدم الباسيف فويس، خلاص يعني ما عاد في داعي، لكن نستخدم التقديم والتأخير. فأقول كما يشهد لها، وهذه ظاهرة تشهد لها عدد من الخصائص النمائية including بما فيها delay التأخر، adolescent growth spurt اللي هي فورة النمو للمراهقين. ف delay إلى أي حد تتأخر until إلى أوائل العشرينيات من العمر، أو ربما تتأخر أكثر من ذلك. نعم، هذا الريتارديشن اللي هو التخلف التأخر is naturally one of the effects، هو أثر من الآثار المترتبة على insufficient intake، ما بنقول التناول غير الكافي، بنقول عدم كفاية إيش؟ السعرات الحرارية أو البروتين التي يتناولها الإنسان هناك. نلاحظ جماعة الترجمة بأننا نستخدم transposition بسموها في نظريات الترجمة transposition. نعم. But it also provides it بتعود على مين؟ على retardation. لكنها أيضا هذا التخلف أو التأخر في النمو، هذا التأخر في النمو. ليش سميت التأخر بالنمو؟ لأنه هذا هيك السياق يعني. ما معنى كلمة سياق؟ سياق يعني الجملة التي قبلها والجملة التي بعدها والجملة التي هي فيها تتحدد معنى الكلمة. retardation مش معناها تخلف عقلي، معناها التأخر في النمو. لكن هذا التأخر بالنمو يقدم أيضا provides مثالا رائعا عظيما ممتازا عن التكيف. شو معناها التكيف؟ التكيف يعني عندما يكون لديك حجم معين من الطعام، مثلا قليل كثير إلى آخره، يتكيف الجسم مع ذلك فيوفر في الدهون ويمتنع عن حرق الدهون إلا بكميات بطيئة من أجل أن يواجه المجاعة. هكذا الإنسان وهكذا هي الحيوانات أيضا. إذا لحد الآن هنا ذكر أفكار عن التأخر. شوفوا الأخوة الأكارم، في البداية بدأ بمقارنة لكنه لم يستمر في المقارنة حتى الآن. إذا لم يستمر بالمقارنة، بل بدأ يستوضح أكثر القضية، يضع عليها العدسة اللي هي قضية التأخر في النمو عند البيرو. إذا لم تعد الفكرة الرئيسية عبارة عن فكرة إيش؟ المقارنة. لم تعد هذه الفكرة موجودة. الفكرة الآن انتقلت إلى أسباب هذه الظاهرة. فيقول بالفعل يقدر بأن تأخر النمو retarded growth تأخر النمو بين 15 والعشرين من العمر توفر requirement من متطلبات، من معدل متطلبات السعرات الحرارية التي يتناولها الإنسان في شعب كويتشا ب
بمقدار يفوق 44,000 سعرة حرارية في كل عام. في كل عام. While this may not seem greatly significant, ومع أن هذه، شو معناها this؟ this هذا الوفر. ومع أن هذا الوفر لا يبدو بأنه ذو أهمية كبيرة إذا ما قيس على معايير الحياة الأمريكية American Standards. والله ننتبه يا أخوة الترجمة، يا جماعة الترجمة، ننتبه إلى الترجمة التفسيرية. ما بيجوز نترجم حرفي دائما، يعني ما راح حدا يفهم علينا شو بنحكي. إذا ترجمنا حرفيا ما الفرق بيني وبين الآلة؟ يجب أن نفهم الناس. إذا وفق المعايير الحياة الأمريكية هذا شيء عادي، رقم ما له علاقة. لكن هذا التكيف، لاحظ الآن تكررت كلمة تكيف عدة مرات، والمفهوم الآن أصبح تكيف. يعني من أول الفقرة لنهايتها الآن أصبح كل التركيز على التكيف، أن شعب البيرو يتكيف من خلال عدم النضوج المبكر لبعد العشرينات مع الوضع الغذائي القليل عندهم أو المجاعات أو غيرها. لكن هذا التكيف يعني that some 100 square yards less cropland needs to be planted. هذه ترجمة لا نستطيع أن نترجمها حرفيا، يعني لا نستطيع أن نقول بعض 100 يارد مربعة أقل من أرض المحاصيل ينبغي أن تزرع في كل عام لكل شخص من كوينشا الذي يبقى غير ناضج، الذي يعني يبقى غير ناضج جسديا. هذا الحكي لا يجوز في الترجمة، لا يجوز أبدا بهذه الطريقة. ويعني ذلك التكيف، إذا هنا يعني هذا التكيف توفير 100 ياردة مربعة، يعني حوالي 83 متر مربع من أرض المحاصيل للزراعة، يعني في كل عام لكل شخص من شعب كويتشا ممن لم يصل لم يبلغ النضوج الجسدي بعد، physically immature، يعني لم يبلغ النضج الجسدي بعد. إذا لاحظوا كل هذه القضية. إذا نتحدث عن قضية الأدابتيشن أكثر شيء، ما في مقارنة، وما بحكي عن الحمية الغذائية، بحكي عن تكيفهم. نقرأ الآن الخيارات الثلاثة، نذكركم خيار سيكون واسع جدا خارج إطار النص، وشيء ضيق جدا مذكور بالنص لكنه ليس الفكرة العامة، وهناك الخيار الثالث هي الفكرة العامة. Growth differences، الفروقات في النمو بين شعب كويتشوا والشباب في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني مقارنة بينهما. الثانية فعالية التكيف، طبعا نستخدم transposition، ما بنقول التكيف الفعال، فعالية التكيف في عملية النضج لدى شعب كويتشوا. الثالثة شعب كويتشوا في البيرو. هذه ثلاث جمل، بإمكانكم أن تحددوا إذا أردتم ما هي الإجابة الصحيحة، ما هي الفكرة الرئيسية للنص من خلال هذه الجمل الثلاثة، وما الفكرة التي هي واسعة جدا لا تنطبق على النص، أو ضيقة جدا لا يمكن اعتبارها أنها الفكرة الرئيسية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.